والحقيقة فرحانين لسه، طبعا يعني طبعا البسمة موجودة على الوجوه وكلنا الحقيقة سعداء بإنجاز كبير أو بطولة، خلينا نتكلم بكل صراحة، بطولة جديدة وبطولة يعني غالية جدا جدا. كابتن شريف نجمل 12 على تيشيرت النادي الأهلي، إنجاز وأرقام قياسية كبيرة بحياة النادي الأهلي من خلال بطولة غالية علينا. طبعا كانت أجواء جميلة جدا إنك أنت بتوصل للمرة الخامسة على التوالي للفاينل وبتحقق أربعة منهم، خاصة الأخيرة ديت والتاني على التوالي. كان ليها شغف وكان ليها حضور جماهيري غير عادي. تحس كده إن الأمان موجود في إن البطولة إن شاء الله هتكون عندك موجودة هنا للنادي الأهلي الـ 12. النادي الأهلي النسخة دي كان ليه شكل تاني خالص في التعامل مع البطولة. خد دروس، كان عنده دروس سابقة ان هو دايما بيطلع في سنتين ورا بعض التاني وبعد كده يتعامل مع الفرق الكبيرة ويخرج الفرق الكبيرة ويوصل للفاينل ويكون ليه توفيق ويكسب. ولكن المرة دي تحس كده ان الدنيا كلها يعني كانت عايزة ان النادي الاهلي ما بقاش في البومينج بتاعه ده، كله عايز ينافس كله. فاتضح لنا ان النادي الاهلي الحقيقه الحمد لله على كل شيء، طبعا هو اللي بينافس نفسه وهو اللي بيحضر لنفسه، اداره كبيره جدا ومؤسسه كبيره جدا بتحضر لليوم ده، بتحضر للشكل اللي انا شفته في الانديه حشيش، صح، وفي الاستاد وفي الشوارع، صح، وفي كل الدنيا. سبقنا نادي الزمالك الحقيقه طبعا بفوز كبير طبعا بالكونفدراليه، فكانت اجواء جميله جدا وسيطرت الكره المصريه على الاجواء الافريقيه كلها. فبنبارك لنفسنا وبنبارك لجماهير نادي الزمالك وبنبارك لجماهيرنا الحبيبه اللي ده اقل شيء الحقيقه اللي هو يتقدم للحب الجارف اللي الناس دي بتبقى في المدرجات وبتعمله لينا يعني.